عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. Donc, inshallah, rahim kamlou ma les étapes de la conception IHM. La dernière fois, kouna chrahna l'étape d'analyse. Donc, on a l'analyse. Il faut connaître les besoins de l'utilisateur. Awal haja. Thani haja, lazimna na'rfou la tâche, le contexte. On est à l'autre le modèle de tâche, les réunions, les tâches, les belles. Normalement, la conception. On est l'étape de conception, les IFN, il y a fois l'étape de développement. Il y a la conception itérative, la conception incrémentale. D'accord? Donc, c'est la dernière chose que nous avons fait. ومن بعدك قلنا بلي لازمنا توجور نخدمو لا كونسيبسيون بروتوتيب واش معناتها لازمنا نديرو ان بروتوتيب بعدك فوتنا ليفاليواسيون ليفاليواسيون قلنا لا تاش ديفاليواسيون سي ايفاليوي لوجيسيال كوتي هنا انترفاس نعاود هنا كوتي انترفاس سي با ليفاليواسيون كوتي فونكسيونيل كوتي فونكسيونيل Normalement, il y a le test d'intégration, le test unitaire, il y a les étapes de la conception. Donc, l'équipe, quand il fonctionne, il y a l'évaluation de l'interface, ou l'équipe de l'interface, il y a l'évaluation de l'interface. Donc, il y a un camp. Si vous avez vu les étudiants, il y a un camp. Donc, il y a bloqué les cheveux qui ont le partage d'écran. بلوكي لي ميكرو باش نعاود نخرج لل اكسبتي دونك اليوم اللي على بالي راح نقعدو في 55 54 هذه هي دونك لي زيتيديون هذاك هو السمانة اللي فاتت خمسة قبلها 95 85 75 65 والان 55 السمانة هذه المهم يقصو بالعشرة وانا نقول كيفاه تاع الكورونا يقصو بالعشرة كي تصح تنقص عادي يعني مش مشكل Donc, nous allons partager comme l'écran. Donc, on a l'évaluation meta, quand on a l'étape, on a l'évaluation de l'interface. L'étape est au cours de conception. C'est-à-dire qu'on a le prototypage. On a le prototypage, le prototype, je vois l'utilisateur, l'utilisateur est bon, mais il est bon. Donc, أول مرحلة نديرو فيها ليفاليواسيون تاعنا تاع الانترفاس ولا ليفاليواسيون بريليمينير الأولية هي أو كور دو كونسيبسيون دونك هنايا إذا كنا ناخدو الكونسيبسيون إيتيراتيف ولا بروتوتيبي ولا إذا كنا ناخدو لا كونسيبسيون سونتري يوتيليزاتور ميم شوز المهم راحين نخدمو بأون كونسيبسيون سونتري يوتيليزاتور دوزيام ثاني وقت اللي نديرو فيه l'évaluation c'est au cours de réalisation au cours de réalisation maintenant ça il commence ou ça il le logiciel est prêt avec ça il y a l'évaluation on a une énorme évaluation quelle est l'évaluation par utilisateur ou quelle est l'évaluation par les experts ou quelle est l'évaluation par les règles d'évaluation voilà le هيا سيدي بدا تطلع على هاي راجع 65 دونك باغ لي كريتير ديفالياسيون دونك على بالكم بلي انا توجور راني على الزوج وانتم تتوخروا يعني سبحان الله حتى في الدار تتوخروا لازمكم ديك ربع ساعة مانيش على بالي دايرهاكم الطبيب هذا ربع ساعة لازم تتأخروا على الكور ليسونسيال كاين ثاني واحد كاينين جماعة يديروا ليفالياسيون او كور دو ديفيزيون تبعو معايا مليح شكون يديرو هادو لي كروند اونتربريز كي تكون عندها اونتربريز كبيرة سوسيتي سبيسياليزي في لوجيسيال دير واحد ليفاليواسيون او كور دو ديفيزيون بمعنى راها رايحة دير توزيع بصح تروح دير ليفاليواسيون قلتلكم هادي عادة يديروها في لي جو باغ اكزومبل في لي جو كاين واحد لي زوتيليزاتور سموهم لي بيتا زوتيليزاتور معروفين في الخارج يكونوا معروفين خدمتهم يجربو الجو قبل ما يديرو لا ديفيزيون
juste قبل ما يديروا لا ديفيزيون يجربوا اذا عجبهم يكملوا لا ديفيزيون الا ما عجبهمش كش ما يقلو فيه اوكي ثاني يديروا هذه افون اشا هنا او كو دو ديفيزيون معناتها صاي يديروا لا ديفيزيون بصح كيف نقولوا على بلان صغير ماهوش ديفيزيون كبيره هما ديروا في بالكم واحد يقول لي مش يكون يستهدف بصح وخلاص خرج الجو خرج وما عندهم حقوق النشر وحقوق المؤلف حقوق ذيك معناتها انت يا باغ اكزومبل شي سي دي تاع داك الجو وما ديتو صاحبك يغرموك داكوغ نورمالمون ما تبدوش صاحبك يلعب معاك كرة بروسكم ما عندهم هذوك لي حقوق المؤلف حقوق النشر اكسترا ثاني لي غران انتربريز يديروا ليفالياسيون افون لاشا هنايا كي تعود عندنا باغ اكزومبل انتربريز راح تشري راح دير كومباريزون دي لوجيسيال والله هي اللي تبيع راح تهز لي زامبرسيون دي زوتيزاتور نفس الشيء راح تمد اون فيرسيون بيتا من لوجيسيال وهما يمدوا لها الاراء تاعهم دونك هنايا راح يديروا استبيان كيما نقولوا حنايا الاستبيانات داكور وكاين لي ثاني مع لاشا جوست فلاشا ويدير لهم في حالة ما اذا مثلا عندكم دي غومارك والله كونتاكتينو هاي كاينه هذه ثاني هما يديروها هما في الخارج يحترموا يحترموا لي كليون و باغ اكزومبل كاين ميم يدير واحد ليفالياسيون او كور دي تيزاسيون مثلا كيما يديرها لوفيس لوفيس تاع تاع الناس ويدوموندي لافي تاعك يقول لك هذيك تاع هذيك الرساله تخرج لك بلي تدخل في الفيدباك مثلا تقول لهم كش ما مشكل ولا احنا عاده نانيديوها لا لاننا ماناش ما عندناش فيرسيون ليغال وشكون هما ميتنون لي كريتير دي فالياسيون حنا قلنا بلي يديروا لي فالياسيون بصح على واه يديروا لي فالياسيون تبعوا معايا مليح اذا كان عاده لوجيسيال تاني خادم ولا خادمه اونتربريز مش كبيره بزاف في هذه الحاله يركزوا بزاف على لا ديوري دابرونتيساج بمعنى يكونوا عندهم مثلا انت جاتك سوسيتي وقالت لك خدمي لوجيسيال وانت ثاني على السوسيتي دونك راح تجيب ان جروب دي تيزاتور ودير عليهم ليفالياسيون تاع اللوجيسيال تاعك تاع الانترفاس في هذيك حتشوف تكتب دير واحد الجدوى في دي كريتير لي كريتير هما لا ديوري دابرونتيساج اسكو في ساعه يعرف يخدم اللوجيسيال تاعك ولا يطولو لا رابيديتي ديكزيكسيون وكاين لو طو ديغور بمعنى يكون عندك لوجيسيال دو سيزي كما قلت لكم تاخذوا تاع شو اسمها هذيك تاع الحاله المدنيه ايتا سيفيل فقيل هذاك وين نديرو في ليبيا تاع ايتا سيفيل دونك نديرو تجيب ليكيب هذا لحد يعلم لي فالياسيون قبل ما دير لا ديفيزيون والله جوست كي دير لا ديفيزيون مش مشكل نقولوا واحد الانترفال هكذا قبل ما سايت مدهم لوجيسيال بور دو بون تشوف la durée moyenne nécessaire pour qu'un utilisateur typique maîtrise les fonctions pour lesquelles l'IHM a été développé. Mais maintenant, partez de l'interface, où j'ai un groupe d'utilisateurs, par exemple, ou la chabsa, où tu ouvres, est-ce qu'ils t'ont ou l'homme a que tu fais un homme, ou tu ouvres, est-ce qu'ils font ou le logiciel a tout le monde, d'accord, partez de l'autre. Donc il est fait ou l'hiné, donc le logiciel t'a un fiche mouchkin. Donc le taux d'apprentissage, excusez-moi. Donc la durée d'apprentissage, vous n'êtes sûr que t'as écouté, mais j'étais vraiment juste un terme. D'accord. J'ai un groupe de 5 utilisateurs, ou la 3, ou la 4, 3 ou 3, 5. Où tu trouves, est-ce qu'il y a de l'ouart de chiffre mon logiciel ou non? Maintenant, la rapidité d'exécution. Quel est le FM? Ça m'écoute rapide. Maintenant, qui est aussi un nouveau utilisateur, et tant que le chiffre pour la fenêtre, pour le bouton, etc. وكاين لو طو ديغور اسكو يغلطو ولا ما يغلطوش هادو زوج حوايج ثلاث حوايج هادو اللي ركزوا عليهم في لاكي في كريتير دي فالياسيون
كاين بزاف اللي ما يديروش هذه لافاز باش نتفاهموا، ما يديروش ايفاليواسيون تاع الانترفاس تاعهم، بمعنى جوست يتبع لي راجل ايرغونوميك حنا نقراهم من بعد صايي، ما يديش كريتير ديفاليواسيون. هي من المفروض نديروا لي كريتير ديفاليواسيون، ومن المفروض يديهم لي زيكسبير مش حنايا، معناتها لي زيكسبير جي ان اكسبير دو دومين هو اللي يدير لك ليفاليواسيون. سينو انتيا تشد لي كريتير ديفاليواسيون ودير طابلو تبدا تكوشي كيما راني قلت لكم، دير لا ديوري لا رابيديتي لو تو. ميتون كاين واحد العرس يسموها ميموريزاسيون دون لو تون. دونك انتيا مثلا هادو الجماعه تشدهم باغ اكزومبل نهار ولا 3 جور وتبدا تحسب لا ديوري دابرونتيساج في مثلا في النهار الاول، لا رابيديتي ديكزيكسيون في اول يوم، ولو تو دو ايرور في اول يوم، ومن بعد في ثاني يوم لا ديوري دابرونتيساج لا رابيديتي لو تو. اذا قعدوا يتناقصوا معناتها راه كاين تحسن، معناتها لي سيزاتور ساي الانترفاس تاعك اي بيان اورغانيزي وراه ايرغونوميك. اذا لاحظت بلي زايد المشاكل تزيد، معناتها راه كاين مشكل في الانترفاس تاعك، il faut le refaire ولا لو ريفيزي ولا لو كوريجي. داكور دونك هنايا كاين ثاني من لي كريتير، هذه في الميموريزاسيون دون لو طون. ميموريزاسيون دون لو طون معناتها انك تشوف كيف يقولوا التغير في هذو لي كريتير بمرور الوقت، بمعنى اسكو راه كاين تحسن ولا لا. استاذة وي هذا يسمى هو الديفلوبر، هو اللي راهو قاعد يقيم في روحو هنايا. اي ديفلوبر سي انا مومون نديروش ديفلوبر انا مومون جو جماعه سامو لي اكسبير وما يديروا ليفاليياسيون. بصح معليش هو من المستحسن ميم لو ديفلوبر يدير ليفاليياسيون تاعو. داكور كاين واحد الاخ برك مفهوم هنايا، هي من المفروض ليتيزاتور ثاني يدير ليفاليياسيون تاع الخدمه نتاعو. دونك هنايا هادي راني نقول بلي راني صاري قلتها وقاعدة نقول بوكوا كاين بروبليم. دونك خلاص نفيريفي باك في الكور تاعي اسكو راها على بالكم لي كور جديد وراني نحضر فيها فيغ ا مزيور. دونك هنايا هي خطاش كنت مستقمتها وانا نقول لها عندي لي بروبليم. قلت لكم لا ديوري دابرونتيساج مثلا كي نقول لكم كيل سون لي كريتير ديفاليواسيون دو انترفاس اي اش ان، تقولوا لي هما ثلاثه والرابع هي ساتيسفاكسيون سوبجيكتيف. الاولى هي لا ديوري دابرونتيساج، الثانيه لا رابيديتي ديكزيكسيون، والثالثه هي لو تو ديغور. الرابع هي لا ساتيسفاكسيون سوبجيكتيف، الخامسه هي ميموريزاسيون دون لو طون. يعني المهمين هما ثلاثه، لا ديوري دابرونتيساج ولا رابيديتي ولو تو. ميموريزي هذيك يعني هذوك الثلاثه كيف راهم يتاثروا بالوقت، اسكو راه زايدين يتحسنوا ولا العكس. لا راهم زايدين يتحسنوا معناتها الانترفاس تاعك راه بيان رونجي، الا راهم زايدين للاسوء معناتها قد ما راك طولت ما مفهمش الانترفاس تاعك، مازال يغلط مازال يطول باش يدير ليكزيكسيون 13، معناتها راه كاين مشكل في الانترفاس تاعك. كاينه ثاني لا ساتيسفاكسيون سوبجيكتيف، هنايا واش معناتها ساتيسفاكسيون، اسكو راه عاجبهم لوجيسيال ولا نو. هادي راح يدير لهم سوا كيستيونير اذا كاين بزاف عندك الانترفاس، سوا انترفيو فاس فاس معناتها تسقسيه اللي قالك راه عاجبني صاي راك محقق لا ساتيسفاكسيون سوبجيكتيف، معناتها راك محقق الرضا بالانترفاس تاعك، لانه هذه ثاني يفو ساتيسفير لوتيزاتور. من اهم الحوايج يفو ساتيسفير لوتيزاتور، معناتها لوتيزاتور دو تير ساتيسفي، الزبون لازم يكون راضي. ماتنو راكم معايا؟ وي انا معاك. كي نديرو ليفاليواسيون ثاني دا سيستيم ون الفو ايفاليو الانترفاس، بصح غير مور انا نديرو ليفاليواسيون تاع زوج حوايج هما ليتويتي اي ليتويزابيليتي. ريالمون رانا نديرو في ليفاليواسيون تاع ليتويتي و ليتويزابيليتي. ليتويتي هادي نجاوبو عليها احنا، كاين دو كيستيون نجاوبو عليهم، هادي ما تحقوش نورمالمون فيها ليتويزاتور، لا لانه تعريف ليتويتي هي لاديكواسيون و زوبجيكتيف دو هو نيفو دو كليون. واش معناتها ليتويتي؟ ليتويتي معناتها ليتويزاتور عندو دي بوزوا نتايا راك حققتهم له، هادي ليتويتي.
Maintenant, l'utilisabilité, il y a la carte directe d'interface. L'utilisabilité, il y a tarif, c'est une norme ISO, degré selon lequel un produit peut être utilisé par des utilisateurs identifiés. Je mets des utilisateurs identifiés. Le logiciel est pour des utilisateurs identifiés. Il y a des utilisateurs. Ou de mettre un cahier de charge, ou de n'importe quoi, ou d'aller mettre la conception centrée utilisateur, parce que dans le logiciel, les chemins d'utilisateur identifiés. Par exemple, dans un site web pour les informaticiens, ou Allah, les mathématiciens, donc ce sont des utilisateurs identifiés. Dans un logiciel pour les retouches images, voilà les retouches photos, pour les gens qui maîtrisent le Donc, ce sont des utilisateurs identifiés pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction dans un contexte d'utilisation très spécifique. Donc, efficacité, il y a le café, efficience, il y a la satisfaction. Et à Baba, je vais pas, مهدي كمل شرع هو اني هو البك ما نصلح انا نصلح الطريقه بحيث انت ما تفهميش ما نقدرش فاهم قوي مهدي قوي ياسر وين راحت؟ L'utilité, est-ce que nous avons le هدف من logiciel تاعنا راك تشوف في الباور maintenant l'utilisabilité هي هل logiciel تاعنا راه سهل الاستخدام وراح يستخدم اونو اسكو ليتيزابيتي هو اسكو شوفو كاين لوجيسيال يكون مليح بصح ما يخدموش به معناتها ليتيزابيتي تاعو محققه مي ليتيزابيتي ما كانش وكاين لوجيسيال مالغري يكون كيف نقولوا ليتيزابيتي تاعو ماهيش محققه 100% مي كيعاد الانترفاس تاعو باهي وديك يخدموا به داكور دونك احنا لازم نحققوا هذا الكوبلاج يوتيليتي يوتيليزابيليتي هذا راه في الدروس الاولين يوتيليتي يوتيليزابيليتي راني نعاود ان شاء الله في لي دونك السمانه الجايه ان شاء الله نتلاقاو نقراو لي كور كيما قالوها لكم والله يقولوا قالوها لنا احنا باللي لي كور ماهوش شنو كيف قال الحضور غير اجباري دونك دبروا سمو الحضور غير اجباري راني حندير لي كور تاعي واللي يحضر راح يفهم واللي يفهم راح يدير لي في ليكزامون وصايي نقطه تاعها دونك راح نعاود لي كور تاعي من الاول راح ندير ريفيزيون جينيرال لي كور مش حنعاودهم لي ديتاي راح ندير ريفيزيون جينيرال في لا بروميير سيمين في لا بروميير سيونس ولا دوزيام راح ننطامي هادو باش نكملهم لانه عندي هادوك لي كريتير ديفالياسيون لازم نركز عليه داكور يعني اهم درس وخاطر الحضوري اهم درس في الحضوري دونك هادي تيزابيتي C'est une norme ISO, je me mets à l'aide. Je vais vous dire que ISO est une norme ISO. Je vais vous dire que c'est une norme ISO. Je vais vous dire que c'est une norme ISO. Qui compte le produit, un du job de Alia ou Café A, et le job de Kiro Drida ou Café A, il y a un jihad. Donc, il y a la norme ISO, 9241.
هذه سيتي نورم اللي متحصلين عليها معناتها يقول لك عنده ايزو لانه يعني هذيك كيف نقولوا حاجه معترف بها عالميا داكوغ تعالوا 241 ها تعالوا 241 هذيك كيعش واش ما الوتر يا قلت لكم سيتي نورم مش عارفه كيف بالعربيه نورم شوفوا كاينه شركه معيار عالمي ها معيار معيار تري بيان معيار شوفوا كاينه شركه عالميه تمد هذا المعايير سموهم ايزو لي نورم ايزو اذا كان البرودوي يحقق واحد واحد الدوغري هكذا واحد الدرجه من الجوده والكفاءه يعطولو هذا المعيار هذا ايزو 9241 كاين بزاف المعايير كاين بزاف كاين توعي البيئه كاين احترام البيئه كاين محافظ على البيئه كاين دي نورم بزاف بصح هذه النورم هذه كاين تاع الايزو لا نورم ايزو تاع هذا شو يسموها لادابتابيليتي كيف نقولوا مثلا لي بريز دوكول تلقاو عندهم نفس المسافه بين هذوك لي دو ترو هذوك لي بريز نفس المسافه لا سيتي نورم هذه لازمها تكون هكذاك حاجه هذه انترناسيونال لازمها تكون هكذاك داكور هذه ايش معناتها النورم ايزو معيار مفهوم دي نورم ايزو معيار شرشي عليا في جوجل تلقاها سيتي اون كيف يقولوا معيار مفهومة مفهوم مفهومة maintenant utilisabilité l'utilité قلنا il faut répondre aux deux questions هادو le logiciel satisfait-il les spécifications نيجي بو سبيسيفيكاسيون جيبو من لا دي بيزوان يعني l'utilisateur تاعنا قال لي دير لي هكذا 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 1 2 3 Est-ce que mon logiciel satisfait le 1, 2, 3, oui ou non? Est-ce que l'utilisateur peut-il accomplir sa tâche à partir des fonctionnalités du système? Heli, on a dit le test. Qui m'a dit qu'il y a eu le test avec Jibo? Ou tu fous? Donc, tu as est-ce qu'il est satisfait ou non? D'accord? Maintenant, les critères d'usabilité, il est nécessaire de بصح قبلها لازم نعرفوا سي كواليفيكاسيتي ليفيسيونس ايتترا ليفيكاسيتي هي اتان دو ريزولتا بريفي ولا لاتان دو ريزولتا بريفي معناتها الوصول الى النتيجه المرجوه بمعنى انت قلت له عطيت له دفتر جهه ايتيزاتور جهه شخص قال انا هضر في الحاله المدنيه وعطالو ليفري دو فامي هم يعطوا لي بغي فامي ومن بعدك هو يسجلوا شو اسمه هذاك المولود في سجلات الحل المدنيه ومن بعدك من سجلات الحل المدنيه يعاودوا سيزيو في لوجيسيال هذه هي لي زيتاب دونك يجي واحد يعطيهم لي بغي فامي يروحوا يسجلوا المولود في سجلات الحل المدنيه ومن بعدك سيزيو لي بغي فامي ومن بعدك سيزيو في لوجيسيال لي زيتاب تاع ليكريتور ليتيزاتور راه حافظها هذاك لاجون راه حافظها باللي يكتب في سجل الحاله المدنيه وبعد يكتب في اسكو ميتنو كي نهار يخدم باللوجيسيال اسكو ثاني يكون حافظ لي زيتاب ولا اسكو فلافا يقدر يمبريمي لنا شهاده ميلاد ولا هذه هي لا تان دو ريزولتا بريفي سي ليفيكاسيتي الكفاءه الكفاءه لازم تتحقق بليفيسيونس اللي هي النجاعه L'efficience ou la nageure est la consommation d'un minimum de ressources. Ou je mène à la consommation d'un minimum de ressources. Les ressources, vous n'avez pas le. Je sais pas. L'ouart, c'est d'où? L'ouart, c'est d'où? Très bien. Donc, il y a pour l'argent. Ou je connais pas les ressources, là, il y a ça. لاجون سيزي شكون لي ريسورس لي لازم ينقصو منهم شكون جهد الوقت تري بيان جهد الوقت خصوصا الوقت خصوصا الوقت بمعنى نتايا مثلا كي دير لوجيسيال باهي سيزي ان نوفوني مولود جديد يقعد ساعة هنا لوجيسيال تاعك مش محقق لوتيزابيليتي كاريمون لا لأنو ليفيسيونس غير محققة لأنو مكانش كونسوماسيون دو مينيموم دو ريسورس مفهومة Maintenant, la satisfaction de l'utilisateur. La satisfaction de l'utilisateur, elle est ثاني, elle est qu'on a avec un dialogue, bimana. Ben, m'a tâté le logiciel, ou saisi, ou jarab, il coule. Est-ce qu'on y a le confort, ou non? Est-ce qu'on y mertèche, ou non? Est-ce que je suis satisfait, ou non?
لانه الا ما كانش ساتيسفي رانا قلنا ليفالياسيون تاع ترجعنا لا كونسيبسيون. اذا كان كاين خلل في الانترفاس تاعك راح ترجع لا كونسيبسيون تاع الانترفاس. ما راناش نهضروا على لا كونسيبسيون تاع لو نوايو فونكسيونيل. لو نوايو فونكسيونيل راه صاي هذاك راه مخدوم هذاك راه صاي واجد كيف سوا الانترفاس راح تخدم به وراح يدخلوا هذاك لو نوفوني للا باز دوني. حنا رانا نحوسو maintenant la conception d'interface. اذا كان كاين مشكل في l'efficacité ou bien l'efficience ou bien la satisfaction ولا لي كريتير اللي راهم كاين من بعد راح ترجع la conception. ليه هاو كيف نرجعو الاول ايماج وش تقول؟ تقول نديرو l'analyse de besoin. خلاكم معايا وي خلاكم تشوفو فيها كراك تشوف فيها هذا الايماج ايه هادي تقول معايا غير وراكم وراكم انا معاك ايوا ايه دوكي والله غير مليح هادي السبب تقول لك راحت لا كونيكسيون ما عليناش تابعوا معايا باش كذبتكم عجبتني اللي تعرفت لكم تابعوا معايا الاناليز ومن بعدك روحوا لا كونسيبسيون شوفوا ما كانش حاجه ترجع من لا كونسيبسيون اناليز لا قلت لكم dans les besoins il faut que les choses soient cahier de charge. Le cahier de charge ça y est quand vous avez finalisé les besoins des utilisateurs. Mais il y a chez les nageurs Allah, mais il y a chez les retours. La conception à l'analyse non. Oui qu'il y a le retour. Ben la conception faut toute l'évaluation. Qu'on y a ça, moi je kiffe l'évaluation à la conception. Vous comprenez? Hein? Qu'il y a nageur de ça, mais je pense nageur on dit le plus bien, non on dit le plus ça monte à cinq. للانترفاس تاعنا نزيدو نحسنوه باش يحقق حاجه ما كانتش محققه. مثلا السرعه، واحد يقول لك انا اجونسيتي انا راني سريع انا ما تساعدنيش هذه تاع نقعد نهز في لاسوري ونكليكي في لو شون. تا واش دير له؟ هضرنا ديرو تابيلاسيون، تابيلاسيون بور شونجي من شون لشون ديريكتومون. مفهوم؟ ما يكونش كاين هذاك ال مش لازمش هو يكليكي في لاسوري باش يروح لو شون سويفون الحق للموالي. لا لا يفو صوف يلطاب هذه التابيلاسيون يفوت. مثلا ديروا لي راكورسي اذا حسيت هو رابيد وانت لوجيسيال تاعك كيف نقولوا نقص لا رابيديتي تاعو واش تزيد له؟ زيد حاجه يسموها لي راكورسي يولي يخدم لي راكورسي واش يخدم عادي كيما يوتيزاتور العادي وهكذا. المهم لي فالياسيون تعاود تاثرنا على لا كونسيبسيون يعني نرجعو نسقمو في الانترفاس تاعنا حتى نكملو كاريمون يكون l'interface terna est bien organisée et satisfait les utilisateurs. Quelle chose on aura besoin de la facilité d'apprentissage. Bien entendu, la facilité d'apprentissage. Donc les critères d'évaluation, la mostamade les critères d'évaluation de l'utilisabilité. Donc la facilité d'apprentissage ou la facilité d'appropriation. L'appropriation, c'est que il faut les logiciels. Donc, quel apprentissage ou quelle appropriation ou un de presse neuf c'est le mal. Oui, mais l'appropriation, il est prise en main direct du logiciel en tout. Il y a un effort qui fait un gros lilé. Qui m'a par exemple quitté le trade de Word, qui t'a l'Excel. Tu connais un des cas de prise en main du logiciel. À ça, il y a le trade de Word. Mais là, tu as un des cas de ça fait l'apprentissage, j'ai dit, est-ce que c'est le fond? L'appropriation, il y a le. بمعنى وين يسجلوا المواليد مش نفسها وين يسجلوا الوفيات ماهيش نفسها وين يسجلوا عقود الزواج كل واحد البيرو تاعو داكوغ. نفرضوا انتم خدمتوا لوجيسيال لهذه السيرفيس هذه تاع ليتا سيفيل راح صافي تخدموا كوتي تاع المواليد وحده والكوتي تاع الوفيات والكوتي تاع عقود الزواج وحده. يا خي نفرضوا بلي لاجون سيزي اللي راه كان يخدم في المواليد بدلوه للوفيات ولا بدلوه لعقود الزواج. نفرضوا خي هذه راها خدمه الواحد وين يروح وراه هو دوموندا لي شونجمون. هنا وين لازمك تحقق هذه حاجه اسمها فاسيتي دابروبرياسيون بريزون مان دي لوجيسيال. ليه نورمالمون الانترفاس تاعك
كوتي مواليد والانترفاس تاع كوتي وفيات والانترفاس كوتي عقود الزواج يكون متشابه متناسق بحيث انه ايوا كاينه لا كويرونس بحيث انه مالغري ليتيزاتور يشونجي لو بوست تاعو راح يكون ما كانش مشكل فهمتوا مثلا بدلوا الانترفاس كيفاه عمار نبدلوا مثلا غير لاكولر لاكولر غير لاكولر تاع الانترفاس مثلا مثلا تري بيان كاينين يديروا ولا شونجمون دي كولور وكاين لي غاردي كلش كيف كيف يعني يحاول يخلي واحد واحد ستيل يخير ان ستيل ويغارد لو ستيل هذاك اللي داروا داكور لو غارد كل واحد كيف يخدم مفهوم هذا دوك لا فاسيتي دابروبرياسيون بمعنى اذا كان لوجيسيال تاعك فيه دي بارتي دي بارتي هكذا يعني كل اجونسيزي عنده اون بارتي كل يتشونج لاجونسيزي فيغ اون اوتر بارتي راح يكون عنده لا بريزون مان دي لوجيسيال ديريكت يكونش عنده هذيك ليزيتاسيون ويخاف ويقول هذا دوك ثاني لازم تعلموا ا زيرو نو راح جوست يشوفو راح يفهم دونك هذه اهم حاجه تركزوا عليها سي لا فاسيتي دابرونتيساج شوفوا اي واحد اي اتيزاتور كون ما تجيش هذه لا فاسيتي دابرونتيساج في اي دومين ما يشيش ذاك البرودوي مثلا تشري ديمو 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 هذا تاع جهاز استقبال كل ما يكونش عنده نفس لي كاركتير ولي كريتير اللي ما تخدم بهم باسكو عندي ديمو راه كاين شونجمون هكذا كاين نقولوا داير زعما هما وحدهم ما تقدرش تخدم به تولي نقولوا حدا تشي واحد اخر تولي شو تشي واحد اخر مثلا كي تلحق تدخلها فريكونس ما تعرفش كيفاش تدخلها وتحصل دونك صاي لا انا شي بخود ماشي هكذا دونك لازم شي ان اوتر دونك لا فاسيتي دابرونتيساج تاثر في كل لي برودوي اي برودوي كان هو تاع التخطيط تاع الكوموند ديجا تلفلك هي كاين واحد الجيون اخر جيون لا علاقه مع الاكونومي سبحان الله تقول ما هو جيون بدلو كاريمون لا تي كوموند تاعكم صورها لكم لا علاقه لا انترفاس لا علاقه انت شفتو النت جاي انت بكل المقاييس ليسونسييل حتى في الميكروفون يحاول يغلقوا ميتون لا فاسيتي ديتيزاسيون سهولة الاستخدام سهولة الاستخدام مش واحد يقول يا استاذ كيادو في ثلاثة شهور بعضها كاين سهولة الاستخدام وكاين سهولة التعلم كاين حاجة نتعلمها تكون صعيبة ونتعلمها وكاين حاجة تكون سهلة هي دور يجي في الاستخدام سهلة مفهوم مثلا كيما لوجيسيال تاعك لازم يكون سهل الاستخدام باش يسهل التعلم مفهومش مفهوم يكون سهل الاستخدام بمعنى سهل نفتح نفهم هنا بلي راني مثلا جو في سيزيو مون مود باس من بعد نفهم بلي جو في جو في كونفيغوري كش ما عرفتش هكذا مثلا كيما في البلديات مثلا جو في شوازير البلديه اللي راني فيها ولا ايتترا ومن بعد نبدا سيزي لازم يكون كاين لا فاسيتي ديتيزاسيون سهوله الاستخدام مفهوم كاين سهوله التعلم وي كيفاش تكون اون انتراكسيون بينو بين لوتيليزاتور بين لوجيسيال و لوتيليزاتور شغل متفاهمين هاي اي يكون سهل الاستخدام يعني ما يكونش كومبليكي سهل الاستخدام هادي واش معناتها كي تفتحو تفهمو كيما باغ اكزومبل كي تفتح لوجيسيال ماشي على بالي انايا عطوني اكش لوجيسيال هكذا كي تفتحو جوست تفتحو تعرفلو تفهمو لانك ما تخدم بحوايج يشبهولو علاش معناتها سهل الاستخدام كيعو سهل الاستخدام يؤدي ان يكون سهل التعلم هذه هي ايوا كيما لوبياس استاذ هذا كيفا كيما كيما لوبياس اللي حط الرابط تاعو للطالب ذاك النهار ما شفتوش ما عرفتش نستخدمو يسمى ما عرفتش نتعلم له ايوا ما عرفتش تستخدمي يا رحمان لا لا دوكا خلاص يا هيا بزي معليش maintenant la fiabilité la fiabilité معناتها بالعربيه ما على باليش شوفوها انا بالعربيه la fiabilité معناتها le maximum ما يكونش كاين دي زيرور pas peu d'erreur شو اسمها الموثوقيه هو غير معبره الكلمه هذه لا لازم تكون في الاغلاق النجاح لا النجاح الافيسيونس les fiabilités ne mourir pas ou peu d'erreurs.
C'est ça la fiabilité. Pas ou peu d'erreurs. يعني الماكسيموم ما كاينش ما يكونش كاين لي زيرور والله يكونوا قليل مع لي يغلط الدقه مثلا هذيك هي تاخذ ديروا الدقه ما عليناش مع انه مش معبره 100% مي هذه هي لا فيابيليتي لا فيابيليتي نو با او بو ديرور سي سا لا فيابيليتي maintenant les techniques d'évaluation d'utilisabilité شكون هما لي تكنيك ديفالياسيون ديتيزابيليتي صبروا ايه مش غلط كاين واحد ليفالياسيون اكسبيريمونتال وكاين ليفالياسيون اناليتيك ليفالياسيون اكسبيريمونتال تجريبيه بمعنى هادي لازم يكون نفس الشيء قلنا فيها ليتيزاتور ويكونوا فيها لي زونتروتيان بمعنى تروح ليتيزاتور وديروا دي كيستيونير ولا ديروا دي زوبسيرفاسيون كيما قلت لكم تجيبوا لو جروب هذاك تاع 5 بيرسون ودير لا ريكوي دو دوني معناتها تجمع المعلومات ايتترا وكاين ليفالياسيون اناليتيك ليفاليياسيون اناليتيك ماكش تيديرها راح يديروها لي زيكسبير بمعنى سوا يوتيزاسيون دي سيناريو ديوتيزاسيون هذا يكون لك واحد سبيسياليست في الدومين تاع السيناريو ديوتيزاسيون وهنا عادة يخدموهم كيما بلي مال كيما الدياغرام دو سيكونس بمعنى يمدلك لو سيناريو ديوتيزاسيون وكاينه هذه مش حركزوا عليها لانه متابعه للشيء ديال اكثر كاين جوجمون ديكسبير جوجمون ديكسبير راح تجي مجموعه من لي زيكسبير هما اللي يديروك لي فالياسيون دونك يكونوا ثلاثه اربعه هما اللي يديروا لي فالياسيون يعطوا لك الخلاصه معناتها هنا هما ما يكونش قدامهم يوتيزاتور هما عندهم طريقتهم يشوفوا الانترفاس وكاينه ثاني يوتيزاسيون دي ريفيرون يوتيزاسيون دي ريفيرون هذه ركزوا خصوصا على الانترفاس فيها لي فالياسيون هيوريستيك وفيها لي كريتير دي فالياسيون ارغونوميك دونك نعاود كاين ليفاليسيون اكسبيريمونتال تجريبيه عاده لازم يكون فيها يوتيزاتور هو الطرف فيها بمعنى راح تجمعوا دي دوني راح تقولوا عجبك لوجيستيال ما عجبكش ما على باليش انا تشوف لو تو ديغور تشوف لا ديوري دابرونتيساج تشوف لا ساتيسفاكسيون ايتترا دير معاهم دي زونتروتيان لي زونتروتيان هما لي انترفيو دير معاهم ان ديالوغ وكاين ليفاليسيون اناليتيك تحليليه تحليليه معناتها هنايا عندنا كيف يقولوا عندنا دي ستاندار عندنا دي ريفيرون عندنا دي ستاندار سواء نخدموا دو سيناريو كفيزاسيون هذه رايحه شوي لليو ام ال اكثر منها لينا جينيورسيال كاين جيجمون ديكسبير جي مجموعه من ليزيكسبير كنا نشرحوها كاين يوتيزاسيون دو ريفيرون اللي هي قلنا دي ستاندار اللي هما دوك تشوفوهم لي فالياسيون هيوريستيك ولي كريتير دي فالياسيون ارغونوميك هذوما اللي الدروس راح نوخر شرحهم مليح للاسبوع القادم دونك نحن شحال جوجمون ديكسبير جوجمون ديكسبير شنو الكاركتيستيك تاعو لازم لك يكون عندك نيسي دافوار بليزيو اكسبير نقولوا من ثلاثه لهي اي فو ايفالوي دي برودوي اكزيستون يعني راح تعطي له لو برودوي فينال ماكش عاد تمدلو كي يقولوا البروتوتيب ولا كي تلحق جوجمون ديكسبير وهنا عاده ياخذ جوجمون ديكسبير سي بيان سور لي غروند سوسيتي ماناش حنا لي غروند سوسيتي اللي خدمو جوجمون ديكسبير لا لانه فيها دي اي لا لا مش في كور دو ديفيزيون هادو لا لا هادي قبل ما يديروا كور دو مش كونسيبسيون كور دو رياليزاسيون جي بودي يديروا جوجمون ديكسبير صاي كما تاع رياليزاسيون ديروا جوجمون ديكسبير دونك هنا يفون ايفالوي دي برودوي اكزيستون كاينين اليميناسيون دي غروس ايرور كاين دي زيرور دو بينين في جوجمون ديكسبير هما اللي نحوهم nécessite de disposer de scénario d'utilisation du système et d'une description des futurs utilisateurs. Les experts, les hommes qui ont donné les scénarios d'utilisation, ils ont fait un diagramme de tâches, ils ont fait un modèle de tâches, ou ils ont fait une description des futurs utilisateurs. Ils ont fait un cahier de charge, ils ont fait un bar des caractéristiques des utilisateurs terre. Pour la coulée caractéristique, bien sûr, ils ne ressentent pas les utilisateurs. Ah, ils ne remplacent pas les utilisateurs. Les experts, mais à ouvrir chez les utilisateurs. Puis maintenant, quand une chérie tire de deux jugements d'experts, vous dites ou dites l'évaluation par utilisateur, hein? Les bêta utilisateurs, et dites les deux. Là, les experts, ils connaissent un taquim mordoui. Puis maintenant, ils chauffent le logiciel, mais c'est un mordoui. Mais ça, les utilisateurs ont un taquim, mais où est-ce mordoui?
يكون رايك شويه انه يكون عاطفي، معناته عجبو نيتو الانترفاس ولا ما عجبوش، يشوف فيها كيفاه نقولوا ما يشوفهاش كيما يشوف الاكسبير. مثلا جو جو الاكسبير يشوفوا الطريقه والاخر يشوفوا الطريقه، داكو. راكم تكتبوا لي في الشات على بالكم ما راهش نقرا في الشات، راني عاودت لابونتيساج لا مش نقرا فيه، لانه راني كي نخرج لي الباوربوينت راني ما يوليش يبان لي الاخرى ما نتفاهموا. قلت لكم انا نقعدوا فيه 5 5 56 ها هبط العدد، انا ولينا 56. دونك كاين ثاني 11 دونك هادو لي اكسبير يكونوا عندهم دي دومين بريفيليجي كي كونستيتو لو بي ديفالياسيون. اش معناتها؟ في اكسبير كاين مثلا دي اكسبير تاع الويب، دي اكسبير تاع لي ابليكاسيون موبيل، دي اكسبير تاع لي ابليكاسيون ديسكتوب يعني لي ابليكاسيون بيرو ايتترا. يعني لي اكسبير هادوك يكون عندهم عاده دي دومين بريفيليجي. Donc, quel est le des experts de tout, ça, il préfère maintenant les sites, etc. L'évaluation. Qui doit toujours des évaluations et on a le khibrahad. Maintenant, où sont les critères d'évaluation ergonomique? Nous avons le loi-là. On a rapidement head. L'efficacité, l'efficience, la satisfaction, la facilité d'apprentissage, la facilité d'appropriation et la facilité d'utilisation et la fiabilité. L'efficacité est l'atteinte du résultat prévu, bimana. نوصل بكفاءة للهدف المرجو، هذه الإفكاسيتي. الإفيسيونس، باش تحقق الإفكاسيتي لازم تكون كاينة الإفيسيونس. وش معناتها الإفيسيونس؟ هي استهلاك أقل حد ممكن من الموارد اللي هي الوقت الجهد المال. بمعنى أنا كي نجي مثلا نسيزي حاجة في لوجيسيال تاعك ما يشدش الوقت، ما يقعدش يبلوكي لي، ما يقعدش لازمني جو كليك باش نفوت لو شون سويفون ايتترا. هذه هي الافيسيونس، ما يدينيش الوقت وما يتعبنيش. لا ساتيسفاكسيون، لا ساتيسفاكسيون هذه هي رضا المستخدم، لازم المستخدم تاعك يكون راضي. هذه راح ديرها انك تسقسيه ديريكت، راك راضي ماكش راضي، هذه فيها سؤال مباشر. هذوك هذيك فيها لوبسيرفاسيون، الزوج اللي فوق بصح فيها سؤال. La facilité d'apprentissage fait atteindre l'observation. راح تقعد تراقب في اسكو لو لوجيسيال تاعك في راه facile à apprendre ou non. La facilité d'appropriation, on a la prise en main du logiciel كيفاه نقولوا في ديك الدقيقه. بمعنى كي يخدم باللوجيسيال تاعك لازم اللوجيسيال تاعك يكون يشبه دي لوجيسيال شايفهم من قبل، ما يكونش اللوجيسيال تاعك جاي غريب بيزار انه يطول ما يفهمهمش. وكاين لا فاسيتي ديتيليزاسيون، سهولة الاستخدام. سهولة الاستخدام تؤدي إلى سهولة التعلم لابخونتيساج. إذا كان عندنا لوجيسيال سهل الاستخدام أوتوماتيكمون راح يكون سهل التعلم، إذا كان عندنا لوجيسيال صعب الاستخدام راح يكون صعب التعلم وهكذا. لا فيابيليتي هي با أو بو ديغور. لا فيابيليتي عندها علاقة بليزيغور، علاقة مباشرة بليزيغور، با أو بو ديغور. يعني أقل عدد ممكن من زيغور أو لا يوجد زيغور تماما. اسمحوا لي دقيقة.
دونك اللي كان عندهم مشكل مع صوت ما كانش راني قلت لكم سمحوا لي دقيقه داكور اللي كانوا عندهم مشكل في لابرونتيساج ساي لازمكم ديروا لا ديفيرونس انت لا فاسيتي ديتيليزاسيون سواء الاستخدام دابروبرياسيون الاستخدام كيما قلت لي اول مره والابرونتيساج هي سهوله التعلم هذه لا ديفيرونس تاع ما نشرح تما دونك Maintenant, on a dit quels sont les critères d'évaluation existants. Ils ont appris, et je vais vous dire que je vais vous dire que je vais Les critères, les 10 heuristiques de Nelson, j'ai comme Nelson, vous avez fait ça. Il y a des travaux, surtout sur le web. C'est un ergonome spécialité sur le web, le site web. Quelle est la performance du couple ordinateur-utilisateur de MainID Donc elle est 92, je pense. Les 5 critères centraux d'évaluation. Les 7 règles d'or de Coutaz ou les 8 critères de Vassiliescafa. Donc, pour que vous ayez le mot, les 8 critères de Vassiliescafa. هذو دوك راح نقراوهم ولي 8 كريتير دو باسيس كافا راح نوخرهم لانه هذوك اللي عليهم الخدمه الكبير داكور الكريتير دي فالياسيون ايكونوميك هو الدرس جديد تاع اليوم سي لو ديرني شابيتر راح نتوقفوا عنده ان شاء الله توقفوا عند هذا الدرس سمحوا لي بارطاجي دوك ليكرون هذا راكم معايا ولا وراكم؟ أنا معاك أستاذة. معاك. نعم. ناويين تحضروا ولا ما كنتش ناويين تحضروا الكور فكرتوني. أحضروا نحضروا. أحضروا. جالسين مراجع السنة نحضروا. يا أنا ما درناش في المراجع ما نحضروش. دونك ديرني شابيط. نحضروا أستاذة نحضروا. إن شاء الله إن شاء الله تحضر. لو ديرني شابيتر هو لو تخوازيام شابيتر. هو شوفوا تحضروا وتفهموا نغارونتي لكم فوق العشرة في اكزام ما تحضروش ما غارونتيهاش ما نحضر ما كنتش حابين تحضروا هذه هي المشكله لو دوكي راه كاين مشكله طلبه شوفوا دوكي اللي مش قادر يحفظ وعنده مشكل ما يفهمش ما يشدش يا يعني مش ما يفهمش ما يشدش دوكي راه كاين واحد ما يشدش كي تقولوا مثلا انا طفلة نقولها باش دي مسكوت شو حيدي في الحبات بيض كاس سكر كاس جير كاس حليب زوج خميرة وعطيضة خميرة وعندك زوج كيسان فارينة ما دي ما تشدهم ليش هذي شو كنت يسهل هاتف تحفظها هذي الله يسهل كيف طيب مسكوت شو بلا ما تعرف المقادير هذي باي اكزامبل وكيما لي جون كيف كيف حاجة بس عندها علاقة بك يذوك اللي ما يحفظش لازم يكون يفهم ويقدر يعبر اللي ما يقدرش هادي باش يعبر ولا يحفظ بصح واش هني دوك كيف الحفاظ راح تكون ميثوديك الحفاظ تاعكم راح تكون ميثوديك بمعنى مثلا انا كتبت لكم لي 5 وشفتوني راني انسيست عليها راكم هازين كتاب وراكم راكم تكتبوا الاستاذ انسيست على سلايد كذا سلايد كذا معناتها راه مهم لازم نشدو صعبوني بزاف نرجع دي سلايد ونعاود نهضر فيهم معناتها مهمين وكاين دي سايت تلقاوني نعاودهم من كل كور نعاودهم بعد هذوك راهم مهمين حبسوا لي الميكروفون اللي راهم فاتحين الميكروفون دوك الموديول تاعي مالوغوزمون شكون ينجح فيه لي ميتيزي لا لونغ فرونسيز ما نكون ما نكذب عليكم ما والو لكن واحد لي ميتيزي لا لونغ يعني كي نكتب له سؤال يفهمو راح يدي مليح هذاك نكارونتيك وكاين لي حتى يلحق يمكن يدي 19-18 اللي عنده مشكل في لانوغ وزاد ما يحبش يحفظ ولا يحاول يشد ما عندي ما ندير انا المهم واش قلت لكم ندير لكم لي كوسيام لي كازا كوشي شوازيسي لا ولي بون ريبونس ندير لكم باغ اكزومبل دي ديفينيسيون هكذا خفاف مثلا ما على باليش هذه ديفينيسيون خفاف كيما يوزابيليتي ولا تشيتي ولا ما باليش والله يمكن يبيتي هذه ترو فورس ونديك شما هذه موديل دو تاش راه كاين يعني من دوك نقول لكم كاينه موديل دو تاش كيما شفنا موديل تاع انفوي ان اس ام اس راه كاين موديل دو تاش لا يجيكم سهل لانكم اصلا تكونوا قايل في ام ال موديل دو تاش كاين
منظرك. اليوم راح نشوفوا لي كريتير ديفالياسيون ايرغونوميك. لي كريتير ديفالياسيون قلنا كاين بلوزيغ كريتير دوك هنا راني عاود رتبتهم على حساب الكو اللي هي مرتبين كيف نقولوا مرتبين بالشهرة تاعهم كاين هكذا ديما يرتبون ذاك الترتيب دوك انا رتبتهم على حساب الكو. اول كريتير هو لا بيرفورمانس دو كوبل اورديناتور يوتيزاتور دومين عادي هذا واحد لي كريتير هكذا ساهلين ماهوش صعاب. كاين سيت كريتير سونترو ديفالياسيون اللي هما نفسهم le taux d'apprentissage, le taux d'exécution, le taux d'erreur, etc. Quelles sont sept règles de dose, de coutage, ou quelles sont les sept règles d'erreur, le kawaïd d'habilla pour une interface ergonomique. Quelles sont les 10 heuristiques de Nelson, Fanny, H. Kawaïd Nelson, ou quelles sont les 8 critères de Bastia SKP, Hadoumali, Rahim Rakzouli Mkhtar. Donc, أول واحدة هي لي بيرفورمانس دو كوب لورديناتور يوتيزاتور راح ينافسها نادو فوق كي تكون عندنا اون بون ياشي واش معناتها واش عندنا اولا لازم تكون عندنا لا فاسيتي دابرونتيساج وهذه نركزوا عليها ونعاودوها بليزيوغ فوا لازم تكون عندنا لا فيابيليتي لا فاسيتي وليفيكاسيتي لا سيكوريتي ديتيزاسيون فاسيتي وليفيكاسيتي وسيكوريتي لو بليزيغ ديتيزاسيون هنا راه بدل برك الساتيسفاكسيون دو بليزير كيف كيف ساتيسفاكسيون ديتيزاسيون ولا لو بليزير يعني واحد كيعاود يخدم فيه يعاود عاجبو الحال لاكسيبتابيليتي دي لوجيسيال لاكسيبتابيليتي معناتها اللوجيسيال ايت اكسبتي ما عاجبهم عادي ساتيسفاكسيون دي يوزاتور معناتها راضيين عنو لا برودكتيفيتي لا برودكتيفيتي هنايا هو ولا هو ركز اكثر على لا برودكتيفيتي بمعنى تخدم لوجيسيال تكون فيه لا برودكتيفيتي بمعنى هذاك لاجون سيزي في بلاصه ما كان مثلا عندهم لوجيسيال قديم يسيزي خمسة لي زاكت في الساعه انت يا تقاد يولي سيزي في اللوجيسيال تاعك 10 لي زاكت في الساعه هذه هي زياده لا برودكتيفيتي وكاين لا رونتابيليتي بور لونتربريز كي تزيد لا برودكتيفيتي راح تزيد لا رونتابيليتي D'accord. La rentabilité est l'عوائد للشركة. وكي تزيد العوائد للشركة normalement يزيدوا معها أجور المستخدمين. لأنه هما عندهم مش كيما حنا. كي تزيد الأرباح يزيد لي باي. تنقص الأرباح تنقص لي باي. وما قدر يخدموا. مثلا كي نقص لهم كي صارت الأزمة تاع كورونا وصلهم يسرحوا للخدامين له ما كانش باش يخلصوا. دونك هما عندهم لا رونتابيليتي هما عندهم الفونكسيونير ولا الموظف ماذا به تزيد لا رونتابيليتي تاع لونتربريز لانه كي تزيد يزيد هو فيها الفايده تاعو يديرهم لي بونوس ويديرهم اكسترا دونك لا برودكتيفيتي عندها علاقه مباشره بلا رونتابيليتي عندها علاقه مباشره بالرفاهيه تاع ليتيزاتور ميتنو اون موفيز ياشي في عند ميناتي وشنو هي عندها دو نيفو لو نيفو انديفيديوال ولو نيفو سوسيال Le niveau individuel, il y a la confusion. La confusion, il y a la confusion. Il y a le. C'est très lâche, là, qui m'a dit. J'ai regardé le logiciel, c'est très lâche. J'ai maintenant saisi le mawaï de la loi. Exemple, là. La frustration. La frustration, il y a le maximum de stress. Oui. C'est le même problème. C'est le même problème. C'est le même problème. C'est le même problème. نعاود مينادي هذا سيت فابو شيرشور والله راح دير لي كريتير ديفالياسيون بور اون بون اي اش ام اون موفيز اي اش ام بمعنى راح تجيب ورقه وستيلو راح تحسب البورسونتاج لا فاسيتي دابرونتيساج غير 50% راح عندك مثلا قدام شخص درت عليه هذا التيست عندك العباد اللي درت عليهم كاين لا فاسيتي وليفيكاسيتي ولا سيكوريتي ديتيزاسيون هو جمعهم كل في حاجه واحده لا فاسيتي والفيكاسيتي ولا سيكوريتي مع هذا الواحد كيخدم بال لا يقولوا لي لا سيكوريتي لا لانه هنا هو ماهوش يشوف غير في الانترفاس هو هنا راه يشوف ما في الكوتي ماتيريال مع هذا كي نخدم ذاك الحاجه ذاك الماتيريال تكون كاين فيه سيكوريتي ما يؤديش الى اذى للمستخدم لو بليزير ديزيزاسيون يخدم به الواحد هو فرحان البليزير
والاكسبتابيتي لوجيسيال بيان سور كيكون يخدم به هو فرحان راح تكون كاين الاكسبتابيتي قبول لوجيسيال وكاين ساتيسفاكسيون دونك يقول لي واحد يا استاذ واش من قبول ركزوا معايا مثلا كي خرجت ويندوز فيستا ويندوز فيستا ما نجحش بزاف ما نجحش مباشرة بعد ويندوز فيستا خرجونا ويندوز ويندوز وراكم اكسبير فيستا اكسبير بعدك فيستا بعدك سات خرجوا الويت ولا ما خرجوش خرجوا اسكو نجح ولا ما نجحش ما نجحش واش خرجوا ويت بوان الويت بوان المهم لي ويت كل ما خرجوا ما نجحوش واش خرجوا تان ويندوز تان ويندوز دين هذه هي الاكسبتابيليتي شوفوا الويندوز وما كانتش عنده اكسبتابيليتي بمعنى ميم دي غون لوجيسيال تقدر ما تصاش فيها اكسبتابيليتي لاحظوا كي جوست يخرجوا اون فيرسيون جديده على الفيرسيون اللي كانت معناتها ما جاتش فيها اكسبتابيليتي معناتها ما صدرها ما حققش ساتيسفاكسيون ديال لوتيزاتور وي استاذ مش من قاعدين نطوروا فيهم هما نظام لا تبع معايا كاين دي لوجيسيال يشدوا وقت يشدوا مثلا ويندوز اكس بي شد سنوات ويندوز اكس بي باش طوروا داروا فيستا باغ اكزومبل شد سنوات لا لانه هو كان كيما نقولوا الثوره في الجرافيز بارابور لويندوز ميليون من 98 اللي خدموا باللي قبل على بال من ورا اكس بي جار فيستا بعدك فيستا داروا 7 كان مليح حبوا يطوروه للايت دونك الاه ما يلقاش عنده قبول ليه دونك انت ما تشوفش يوتيزاتور سامبل شوف كيما حنا الانفورماتيسيايتو ما يكونش ستابل يعني انا مثلا كي نجي نخدم به اللوجيسيال تاعي مطلب ولا نتبيز اكليبس اي لوجيسيال تحسو ما يكونش معاه ستابل يعني لوجيسيال تاعك يدير دي باغ مع داك الويندوز ترجع اوتوماتيكمون للويندوز اللي قبله وحنا توجور نقولوا بلي ما نخدموش بلي ديرنيير فيرسيون تاع السيستم ديكسبلوطاسيون ما يكونش ستابل ما يكونوش ملاح بالنسبه لينا حنا مش هما مش ملاح بالنسبه لينا حنا ما يكونوش كاين لوجيسيال اديكوا بالنسبه للماتيريال اللي عندنا ما يكونوش ملاح لا بالنسبه لي لوجيسيال اللي عندنا ما يكونش اديكوا ما يكونوش خارجهم دي لوجيسيال اديكوا معاهم هذيك ليه بصح كيما الويندوز فيستا ما نجحش وكنت تشرش عليه تلقاه ما نجحش يقولك ما نجحش ويندوز فيستا تلقاه خرجوا 7 حبوا يطوروا فيه شويه خرجوا الايت ما خرجش ما كانش مليح ما كيف نقول ما كانش مليح ما لقاش قبول وما تشوفيش القبول تاع لي سيزاتور اللي كيخرج له هذاك الانترفاس هذاك ترين انترفيس هذاك اللي يخرج تاع الفيس هذاك اللي ما شتيهمش انا يخرج داك اللي طابلات اللي يفقوا فيه نو شوفوا لي زيكسبير ما يشوفوش هما لي سيزاتور العاديين لي سيزاتور العاديين ما يحسش اصلا بلا ديفيرونس عنده ويندوز ديال ويندوز شنو هو عنده اصلا في المنيو ديما غير راح يكليكي الا اريتي و ديماري بالكثير عادة السيزاتور العادي ما يدخلوش لي بارامتر بزاف ولا يشوفو هذيك اللي هضر كي تان ويندوز 10 ولا 7 هو دوك اللي راه لو بلو ستابل و احسن لي لوجيسيال له خاطر هو لو بلو ليجي و لو بلو ستابل فور لي زوتر لوجيسيال داكور ومام تلقى صافي واحد المشكل في الانترنت هم كوريجاوها كان يدير واحد المشكل في الكونيكسيون انترنت بزاف ولا هم كوريجاوها دونك داكسي قلنا اذا كان كاين البليزير ديتيزاسيون راح تكون اوتوماتيكمون كاين لاكسيتابيليتي واذا كان كاين لاكسيتابيليتي راح تكون كاينه لا ساتيسفاكسيون راهم كل واحد عنده علاقه بلي بعدوا واذا كاينه لا ساتيسفاكسيون راح تكون كاينه لا برودكتيفيتي بمعنى كيعود واحد ساتيسفي يعود يخدم ذاك لوجيسيال تولي كاينه الانتاج والانتاجيه كي تعود كاينه الانتاج والانتاجيه يعني لا برودكتيفيتي راح تولي كاينه روتابيليتي بور لونتربريز يعني راح يخرج يرجعوا العوائد الماليه لونتربريز مفهوم maintenant اذا كان سمحوا لي مش عارفه شكون اللي دخل على وين اكسبتي maintenant اذا كان لوجيسيال تاعنا والله لا تخفص تاعنا يا شام هي اللي موفيز
هل كاين تاثيرات على نيفو انديفيديوال وعلى نيفو سوسيال ولا دونتربريز؟ على النيفو انديفيديوال راح تكون كاينه لا كونفيزيون، لا كونفيزيون معناتها الواحد تخلط له يتشوش كي يعود يخدم لوجيسيال تاعك ما يفهمش ايديه يتخلط له لا فرستراسيون، لا فرستراسيون والاحباط يصير احباط كي ما عرفش يخدم لوجيسيال تاعك يولي يشك في روحو بلي مش فاهم مش عارف شنو يدير يجي واحد الاحباط تصاروا اذا صاروا الاحباط كاين يصير لا بانيك لا بانيك هنا مشكل لا بانيك معناتها قلقه مع خلعه هذه لا بانيك الهلع بالعربيه وكاين يجي الستريس الستريس يولي مقلق كل ما يجي يخدم لوجيسيال تاعك يدير له قلقه يتقلق وكاين يولي عنده لينوي يولي حتى وكي يروح لدار يقعد مقلق يجي هذاك اللينوي بالعربيه ماشي بالي المهم هذو درجات بالقلقه داكوغ لافيوس سيغ لو بلان ولا نيفو سوسيال انتربريز هذه روجي هذا اسهل حاجه انه يطيش لوجيسيال وكاين مرات يصاب دي زيغور كراف كيما في لي سونتر نوكليير دونك لي سونتر نوكليير ملازمش يصاب اخطاء يعني لازم تكون لا فيابيتي با ديرور كون لوجيسيال تاعك يدير ايرور ثم راح يصاب مشكل عويص كاين لا موفيز ولا سويتيزاسيون بمعنى تخدم لوجيسيال ما يخدموش به مليح لانه كتدير كومبليكي ولا يخدموا به في بلاصه يخدموا به يقول خلينا نخدم بالورقه والستيلو خير ما نخدمش بدل لوجيسيال هذه هي لا سويتيزاسيون ما يخدموش به يقولوا ما يحبوش يخدموا به في يخدموا بالورقه والستيلو وما يخدموش باللوجيسيال تاعك كاين لا بيس دي بيرفورمانس هنا كاين غلطه فوت ديكريتور يعني نقص في الكفاءه الكفاءه الشخصيه يعني بيرفورمانس السيد تنقص الكفاءه تاعو ريغريسيون فيغ لي تاج ديكزيكسيون تناقص وهنا والله يروح مباشره ليكزيكسيون بمعنى يفيتي روسيال تاعك الا في حاله مثلا كيما لامبريسيون ولا حاجه هكذا غير تاع ليكزيكسيون ما يحبوش يخدموا روسيال تاعك وكاين لي كو اذا كان روسيال تاعك مش مليح راح يزيد لي كو لانك لازم تدي انفورماسيون باش تفهم روسيال والله راح دير لي كو يزيدك ثاني راح تعاود لا كونسيبسيون قلنا لي فاليو سي داك تاع عيان راح تعاود لا كونسيبسيون ودوت راح تعاود لا كونسيبسيون راح يزيدوك لي كو وهذو لي كو محسوبين عليك انت وكاين اسوء حاجه سي لا ريكريتور دي سيستيم هنايا معناتها كاين مشكل فلوتويتي لوتيزابيتي نوي فونكسيونيل هنا راح دير لا ريكريتور دي سيستيم ودي تورنمون يعني اعاده كيف نقولوا اعاده العمل ا زيرو هذه اذا كان عندنا موفيزي هاشم هذه هي التاثيرات نتاعها راح تكون كاين لي سان كريتير سونتر دو فالياسيون اللي قلنا عليهم هما هذو تاع شنايدرمان لو طو دابرونتيساج لا فيتيس ديكزيكسيون لو طو ديرور ou la rétention de l'apprentissage dans le temps, et la mémorisation de l'apprentissage dans le temps, ou la satisfaction subjective. هذه انا شفنا بلي ديتاي في التصليق بالهذا خلينا نجيبو خمس اشخاص ونبداو نحسبو بدا يشد 13 كذا دقيقه دقيقتين بالنسبه لكل واحد ولا فيتيس ديكزيكسيون قداه يطول باش يدير ليكزيكسيون بدا يشد باش يتعلم ومن بعد كي يتعلم قداه يشد باش يدير ليكزيكسيون ومن بعد كي يتعلم ويدير ليكزيكسيون قداه عنده اخطاء يعني قداه المره يغلط مثلا يجي كليكي موديفي كليكي سوبريمي يجي كليكي سوبريمي يدير اوكي سوبريمي تو اكسيتيرا دو مي زيرور ومن بعد كنديرو طابلو في لو طون يعني نديرو هادو ثلاثه مده مثلا خمس ايام اسبوع ونحسبو وانا اذا لقيناها في تناقص معناتها لو طون دابرونتيساج قاعد ينقص قاعدين يتعلموا اسرع لا فيتيس ديكزيكسيون ولات اسرع لو طو ديرور نقص هنا معناتها راه عندنا لياشان تاعنا راه مليح رانا في لا بون روت رانا نورمال اذا صار العكس صار ستابيليزاسيون تاع لو طو دابرونتيساج ولا ستابيليزاسيون تاع فيتيس ديكزيكسيون قاعد تستابل معناتها قاعد ديما ما يعرفش كيفاه يخدم ديك الخدمه هنا لازم ترجع للانترفاس تاعك ودير له لا كوريكسيون ولا ساتيسفاكسيون سوبجيكتيف راه باينه دونك الا هو تعلم ليه ليه وقاعد يخدم خدمته ليه ليه راح تكون لي ساتيسفي باينه ولا ما كانش هذه اكل فيهم دي بروبليم هو ساتيسفي هذه حاجه باينه كيما نقولوا كاين حوايج ظاهرين شكون عنده سؤال حتى الساعه شكون عنده سؤال لانه حس غدوه ان شاء الله حنخصصوها للتيبي شكون عنده سؤال استاذه وي قبل الاخر هذيك ريتونسيون ما فهمتهاش
هي الريتونسيون هي الميموريزاسيون دو لابرونتيساج دون لو طون. بمعنى تشدي سمانه هل هي هذا هذه السلايد هذه نفسها سلايد هذه دوك نرجعها لكم تاع الكور اللي قبل اصبروا هذه السلايد هذه تاع لي سانك كريتير دو سنايدرمان هما نفسهم لي كريتير ديفالياسيون دوك نبارطاجيكم ال باش تعطوا الاحداث لازمكم تتعلموا حاجه تربطوا يسموها الربط مثلا اللي يحب يحفظ حاجه لازم يربطها ببعضها دونك هذه هذا تشوفيها الكتاب دي فارياسيون ايه هذو هما الكتاب دي فارياسيون تاع سبايدر مان هذو هما فهمتك استاذ احمد هذو هما فاهمين اكولا هذو لي ساك هما نفسهم تاع سبايدر مان هما نفسهم وإنما ثم حطيتهم لأنهم هما هكذا يسمون دو شنايدر مان مع تعدنا نعاودوا لي كريتير دي فالياسيون تاع مينادي اللي هما كوبلاج ماشين اوم اللي فيهم الموفيز ولا بون ياشان هذه بون او موفيز هاكم تشوفوا وكاين هذه لي كريتير دي فالياسيون دو شنايدر مان وكاين هادو لي راجل الدور تاع كوتاز سات راجل الدور هادي كيف نقولو هو يقول لك دير هكذا دير هكذا دير هكذا هادي كيما نقولو هضره هضره موجهه لي غونوما هضره موجهه لي يقول لك نيتي بور لا كويرونس واش معناتها لازمك لو ماكسيموم يكون لوجيسيال تاع كويرون وقت تسحقوا لا كويرونس ركزوا معايا مليح نهار يكون عندك لوجيسيال في دي بارتي كيما قلنا تاع الحاله المدنيه مواليد وفيات عقود الزواج هل يكون عندك هكذا كيف يقولوا دي بارتي لازم تكون كاينه لا كويرونس لا كويرونس بالعربيه وشنو هي تلاقم انسجام والتلاقم وهذه الحفاظ والتناغم هذه كل لا كويرونس لوتي بور لا كونسيزيون لا كونسيزيون كيف يقول لك كاين واحد المثل في الفرنسي كونسي كونسي بريسي يعني الدقه وال الدقه والايجاز صحيح بمعنى حبيت تدير حاجه تاع تسجيل المواليد لازم يكليكي فنات تسجيل المواليد بدقه يلقى مباشره على فنات كل حاجه واضحه هذه هي لا كونسيزيون الدقه والايجاز يعني ما يكونش كاين كليكي هذه كليكي هذه كليكي هذه كليكي هذه باش تلحق الحاجه باغ اكزومبل ريدوير لا شارج كوغنيتيف اش معناتها ريدوير لا شارج كوغنيتيف هذه زوج شوا مليح في ليفالياسيون تاع باسيان سكابا استاذ شغل نقلصهم الحوايج اللي راح يتعلمهم ولا تري بيان نقلصهم الانترفاس الانترفاس تاعك ما لازمش يكون كيف يقولوا كيف نقولوا ما يكونش ما يكون سور شارجي ما يكونش مكتب مثلا دوك انا نعطيكم لوجيسيال تبعوا معايا نعطيكم هذا هو لوجيسيال نديرو في التيبيا بطلت ما نديرش تاع تاع زاسكريبت وحنا نديرو تاع المواليد والوفيات عقود الزواج تبعوا معايا ماذا لوجيسيال تاع المواليد مثلا راكم عارفين قداش زاد فورماسيون سيزي هما بروميييرمون سيزي لي زانفورماسيون تاع تاع الطفل المولود قال في يومي كذا تاريخ كذا وليد كذا من جنس كذا للابوين كذا كذا ومن بعد تصريح شكون يصرح به قام بتصريح فلان عن بلديه كذا 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 وتسيره معنى هنا كاين اون شارج كوغنيتيف كاين لا شارج في الانترفاس نتوما باغ اكزومبل واش ديرو بوغ ريدويغ لا شارج كوغنيتيف ما تقولوليش كاين دي تكنيك لانكم راح تستخدمو في لو تيبي كاين دي تكنيك بوغ ريدويغ لا شارج كوغنيتيف كيفاه باغ اكزومبل تلاحظو دوك المثال نعطيكم مثال واحد اخر قبل باش نخدمو بواط ايميل سمحولي دقيقة سمحولي طلبة دقيقة برك
دونك ولا ريدوير لا شارج كوغنيتيف سي ريدوير مثلا ايه قلت لكم كي نجيو نكليو اون بواط ديميل بكري كان ماشي عارفه انتوما ما لحقتوش في بكري يا كي نقول بكري ماشي في 1800 راه في 2000 كاك يا خاطر باقي نقول بكري قبل كنا باغ اكزومبل باش تكري اون بواط ايميل في الهوت ميل ولا في الياهو يعطيك واحد 20 شوط عمرو على بالكم بلي كي يقول لك واحد خدم لي بواط تحس راح يعطيك بونيسيون سيزي 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 اكتب اللي قبلهم على بالهم اكتب 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 دركي باغ اكزومبل ولاش يديروا هكذاك يديروا دي فاز تلاحظوا بلي مثلا يقول لك سيزي زانفورماسيون بيرسونيل ومن بعد تشوف الانترفاس تبدل يدير لك ايتاب 1 ايتاب 2 سيزي زانفورماسيون باغ اكزومبل بروفيسيونيل ايتاب 3 سيزي زانفورماسيون ماشي على بالي انايا اتسيتيرا مقسمين لا شارج كوينتيف ما يديرلكش لي شون كل عقب بعضهم عادي يديروا بها لي عفسه لي بارتي تلقى 1 2 3 4 ماذا كيما جيتو تسجلوا في انتوا مزلتو كي تعودوا راح تسجلوا باغ اكزومبل في الماستر يعطيكم دي زيتاب بوغ في التسجيل ايتاب لا بروميير ايتاب لي انفورماسيون تاع بيرسونيل بعداك تجيبلو لي ريلوفي دو نوت ايتترا ومن بعداك 3 تي في شوازير ليتابليسمون اللي راح تقرا فيه باغ اكزومبل معناتها هذه هي غير دويرا شارج كوينتيف نقسمو الانترفاس ماذا في الوورد في الوورد هم دايرين لا ريدكسيون تاع لا شارج كوينتيف تلقى كاين لي زونغلي كاين الهوم انسيرت ماشي بال انسيرسيون ريفيزيون ايتترا هذوك لي زونغلي هذوك هذوك اللي كيتكليكي وتلقاو فيهم لي زوتي هذه سي لا ريدكسيون كومون في لا ريدكسيون تاع لا شارج كوينتيف يديرو لي زوتي كل مع بعضها اهم حاجه ثانيه رابع حاجه ميتر لي كونترول اونتر لي مان ديفيزاتور هذه مهمه جدا بمعنى كي يجي سوبريمي تقول له فولي فو فريمون سوبريمي كي يقول لك وي ساي راه دير سوبريسيون حنا وانما قلنا ما نديروش لا سوبريسيون نديرو لارشيفاج مثلا اذا باغ اكزومبل كشما اون تاش ما باليش انايا فيها عفسه طول والله اعطيلو لو كونترول يعني لي الخدمه هذيك مثلا لونس امبريسيون بطل ديرو انيلي لامبريسيون باغ اكزومبل كيما كيديرها الوورد مثلا انت راك خادم لوجيسيال وين يدير لامبريسيون يدير العفسه تاع انيلي باغ اكزومبل لامبريسيون اكسيتيرا لا سوبليس ديتيزاسيون بيان سور هادي قلنا بلي لازم تكون اي لوجيسيال لازم يكون فاسيل ستركتوري لو ديالوغ هادي ستركتوري لو ديالوغ هادي داخله نورمالمون هي اول وحده هادي داخله في لانيز دي بيزوان وبريدير لي زيرور واش معناتها بريدير لي زيرور معناتها لازم واحد يتوقع لي زيرور اللي يقدر يديها لوتيزاتور تاعنا مثلا لاجون سيزي راه يخدم انا نتوقع باغ اكزومبل بلي في بلاصه الاسم يكتب اللقب وفي بلاصه اللقب يكتب الاسم مثلا هذه نفع يقول لي واعي استاذ دوك هذه كفاه حلها حلها سهل مثلا الشون اللي مكتوب فيه الاسم اللقب يكون اون فاس ليه الشون تاع الاسم واللقب مثلا بالفرنسيه مثلا هذا حل لانه كاين بزاف اللي عنده مشكل اونتر لو نو لو برينو مفهوم وراكم وانا مفهوم هذه تخيدير تخيدير لازم نتوقع مثلا شفت خوك تعود تقري فيه وبعد تتوقع بلي حيغلط في ديك الحاجه تحاول كيف تزيد تفهمه باش ما يوقعش في ذاك الخطا كاين دي زيرور اللي نتوقعوهم دوك تعود تخدم في لوجيستيك تخدم تتوقع بعض دي زيرور مثلا تتوقع انه يسوبريمي غلطه باش يعني فيتي هذه الغلطه شنو ندير لازم ندير حاجه سموها لي ميساج ولا لي بوا دو ديالوغ تاع فولي فو فريمون سوبريمي كذا 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 وباش ما نديرش مشكل لروحي ولا ليه ندير حاجه سموها لارشيفاج ما نسوبريميش حتى هو سوبريما راح اجيب كري دي باز دوني من عندهم نفس الستركتور تاع لي باز دوني ريال وندير فيهم لي حوايج سوبريمي ابري باغ اكزومبل 30 جور ولا حسيت صح مش حيستخدمها مثلا نديرها الفيداج اوتوماتيك باغ اكزومبل باش ما نديش مثلا لسباس واحد يقول لك استاذ هو لسباس مثلا هذيك ما هذه تلقاها في جيميل كي ديرو تا سوبريمي ان ايميل
تحطو في لاكوربي ما يروحش سيبريمي ديريكتومون في لاكوربي اوتوماتيكمون ابري ان طون اي فا لو سيبريمي في الويندوز يخليه حتى انت ديرو في دي لاكوربي اكزومبل هذه هي بريدير لي زيرور مثلا لي ديوريسيك دو نيلسون نيلسون هنا هاو مرتبهم نيلسون الحاجه اللي فيه مليحه انه رتبهم الاخر كوتاس هكذا داير هما يعني مات لا لا ليتيراتور تلقاهم هكذا هذا هو ترتيبهم مي في نيلسون مرتبهم بدي من لي زي بيزون جي هاب بروبوزي دي ديالوغ سيمبل لي ناتورال اي مينيموم هذه وقتها في لي زي بيزون كي تكونوا تهضروا مع ليتيزاتور il faut proposer des dialogues simples naturels et minimum يعني تيبلي تفهم منه شحال d'une façon directe parler le langage de l'utilisateur ما تلعبهاش عليه انفورماتيسيان ما تبداش تخلع فيه وتقولوا ندير لك البوطون الفلاني نو هضر معاه بلونغاج اللي يفهمو هاي كاين دي فو فيز utilisateurs les informaticiens كي يعاود يهضر مع واحد اخر يعود يبين في روحو انفورماتيسيان نو il faut ما يحسش بلي كاين هذاك الفرق بيناتكم داك داك تبيع في البرودوي تاعك اذا بتعرف شنو تهضر معاه عاده لا ريز دي بوزوا لازم الشخص يكون سيمباتيك واش معناتها سيمباتيك معناتها يكون ظريف بزاف يعرف يهضر اون بلوس يكون عنده هذيك تاع يحط روحه في بلاصه يوزاتور باش يتوقع حوايج كي يوزاتور نساه وما قالهمش هو يتوقع داكور هادو اللي يعودوا يديروا لا ريز دي بوزوا كيفاه قلت ما يبداش يتكسل ايه بالداجه يودي راه مسجل الحصه باش يتكسل ما عليناش ليسونسييل مينيميزي لا شارج دو ميموار دو يوزاتور نفسها تاع تاع كوتاز انك il faut مينيميزي لا شارج ما يكونش الانترفاس تاعك فيه لونكومبرومون فيه بزاف لي شون معقد اتر كويرون سون كونتراديكسيون اي ريسبكتي لي ستاندار اني قلت لكم هذا نيلسون هذا شويه رايح اكثر الكوتي ويب être cohérent كما قلنا les interfaces كما مثلا كي تفتحوا لابوت لي لوجيسيال تاع الاوفيس مثلا تفتحوا الوورد الاكسل باوربوينت شو اسمه الاخر هذاك الاكسس اتسيتيرا راح تلقاو عندهم نفس الشكل كاينه اون كويرونس كي تبدا تخدم فيهم تلقى فيهم عندهم نفس لي ستاندار دونك هذه هي شو معناتها être cohérent et respecter les standards مثلا انا كي نقول لكم دوني مو ان اكزومبل دو لوجيسيال qui respecte ou qui satisfait la règle être cohérent et respecter les standards, je te le dis. L'office. Alors, ma kia. Je te le dis, maintenant, les antivirus. Les antivirus, ça, ils ont nefs, les standards, ils ont scanné, etc. Tu vois, les logiciels, ils ont le même standard. D'accord? Refléter le monde réel. Je m'en ai refléter le monde réel. انا احنا الانفورماتيك احنا كي بداو يقروا فينا اول ما بدينا نقراو قالوا لنا الانفورماتيك جات بور انفورماتيزي دي طاش ريال بمعنى كاينه لا طاش ريال مو يخدموا فيها سيغ بابي وحنا نديروا لها نقلبوها اوتوماتيك هذه هي دونك لا طاش تاعك اوتوماتيك دو ريفليكتي لا طاش ريال هذه قلنا كيفاه تصرا وقلنا لازم تروحوا ديروا ستاج باغ اكزومبل داك راح تخدموا بيسكين بكري الناس يخدموا لوجيسيال بور لي جيستيون دي سوسيتي مثلا تروح سونات غاز دير لهم لوجيسيال دو جيستيون دي سيرفيس مانيش عارفه من لي سيرفيس دو سونات غاز باغ اكزومبل لازم تروح دير لو ستاج واش قلنا لازم تفهم لو كونتكست دو ترافاي لازم تفهم لا طاش لازم تهضر مع لي سيزاتور باش انت كي تخدم لوجيسيال تاعك il va répléter يعكس الواقع يكون مطابق للواقع مفهوم هذه غفلتي لو موند ريال يعني كي نجي مثلا نرجعوا ليتا سيفيل كي نجي سيدي تفتح له لا فينيتر تاع الانترفاس تاعك تاع سيزير لي زانفورماسيون تاع النوفوني ماهوش ما يلقاش باغ اكزومبل لو شون تاع المصرح به هما مثلا في الريجستر ليتا سيفيل يكون مصرح به مثلا فلان حاجة يكون من المستشفى هما يجملوا كامل لي ليفري دو فامي يدوهم البلدية باش يسجلوه ماشي هي الحاجة عندك تا ما يلقاش مثلا هذا لو شون ولا ما يلقاش شون تاع اسم الام ولا قبل الام مثلا لازم الانترفاس il va refléter le monde réel
fournir un retour à l'utilisateur. Je m'arrête de fournir le retour. Fournir le retour, bimana, mathalan, qui est des logiciels, qui dit l'utilisateur, les mishoufa, bimana. Elle est de configurer le logiciel tel graphisme. Qui a son khat, les mishoufa le khat. Voilà quoi le retour. Moi, je suis en train de faire un retour avec mes couches visibles. Par exemple, je vais fournir un retour. Fournir un retour, c'est un retour dans le feedback. Par exemple, le logiciel ou le site web, votre téléchargement va prendre quelques instants, on va démarrer en quelques instants, on va les chaîner. C'est le retour. Il y a une communication entre l'utilisateur ou le logiciel terme. Permettre une personnalisation par les utilisateurs expérimentés. Je vais vous dire, c'est rare que nous allons dire, mais nous allons dire qu'il y a une interface de l'icône Mouchassas. Les débutants ou les novices, jouer avec les débutants, ou l'expérimenter. D'accord? Bimana, il contient l'interface le plus simple pour les débutants, ou jouer avec les autres, les experts, les experts, bimana, plus place, mais il y a la fenêtre. Il clique sur le menu, il va choisir la fenêtre, le raccourci, mettre CTRL-X, CTRL-1, CTRL-X, ce sont des raccourcis qui font un standard. CTRL-F1, CTRL-F1, tu ouvres la fenêtre. C'est le paramètre de personnalisation. Il y a des logiciels qui utilisent les débutants ou les novices ou les experts. Prévenir les erreurs. Les erreurs, le maximum possible. زوج أرقام في اليوم، زوج أرقام في الشهر، وأربعة أرقام في التاريخ. ناحية صارت المشكل. من بعد يصار لك مثلا تلقى زيدات فيهم زوج أرقام، وتلقى زوج أرقام ثاني في العام، مرة يسيزي وزوج أرقام زوج أرقام، مرة يسيزي وربعة. بمعنى هنايا يصار لك إيرور نهار يجي مثلا دير لابريسيون ولا ترجع تصحح. هذه أي في تي، سوا دير كالوندغي. Soit dit le masque de saisie, mais le calendrier est atteint. Rendre l'accessible l'aide et la documentation. Même à fraud. Et le logiciel n'a pas de l'help. Ou l'help est accessible. Bimana, il y a ça le mouchkil. Gage ou l'help, c'est un peu plus important. Il y a des grands logiciels qui m'ont aidé bien. Logiciel, لوجيسيال كبير مثلا كيما الويندوز عنده الهيلب تاعو اسيتيرا ميتنو لي كريتير دو باسيان سكاب راح نقراهم لكم برك دروك لانه هادو لاسمين بروشين هما اللي نعاود فيهم شرح لو غيداج الغيداج معناتها الغيداج غيدي الارشاد لا شارج دو ترافاي اللي داخله فيها لا شارج مونتال لو كونترول اكسبليسيت ما نشرحوش دوكا L'adaptabilité, la gestion des erreurs, homogénéité et cohérence, signifiance des codes et dénominations et la compatibilité. Et donc, on a chambé les détails. Inch'Allah, l'usbou, l'imam ba'd al-qadim, Donc, je crois qu'il y a un sujet pour l'instant. وراكم مفهومين استاذ انا معنا ما دام لي تي نعطلكم فيها شغلنا نقراو هنا ولا حاجه واحده اخرى اي شكون يطرح السؤال عثمان انا عثمان ايه ما باليش باقي على بالكم مالوغوزمون مانيش شايفتكم دوك في الفيزاج
دونك ماذا بيا المره الجايه ان شاء الله تحضروا الحصه ونعرفكم ما بوسيبل نعرفكم يعني الا اللي قراو عندي في لو تي بي باسكو راني قاعده جماعه دونك تبعوا معايا لي تي بي وشنو هما لي تي بي اولا غدوه ان شاء الله نديروا كور تي بي ماذا بيا تحضروا قولوا صحابكم هذو اللي حاضروا غير 50 قولوا ما غدوه ان شاء الله نسجلوها لهم قولوا مش حتسجل الاستاذه ما كانش باش يجوا يحضروا داكور بصح راكم نتوما تسجلوا لا علينا داكور تي بي قلت لكم راح نديكم تي بي من بعد ان شاء الله نحط لكم هذه كيف يقولوا لينونسي تاعو قلت لكم راح نديروا ان تي بي دو تي بي تي بي الاول ان تي لوجيسيال كونفيرتيسور دو ميزور بمعنى نعطيكم مثلا دي ميزور مقادير بالليتر باغ اكزومبل تقلبوهم لي بالمتر المكعب متر كوب من متر كوب نقلبوها لليتر باغ اكزومبل الاوزان من الكيلوغرام نقلبوها للباوند من الباوند للكيلوغرام مثلا في الاطوال من الميل للكيلومتر من الكيلومتر للميل المايل ولا القدم ولا وي بصح كي نخدموا هذا التي بي هنايا كل واحد يبين لك كيفاه خدم ولا كيفاه ما فهمتش لا لا ماكوش حتى خدموه هنايا هذا حتى خدموه نهار تلحقوا له حنجيبوا شويه خدمه واجده معاكم بمعنى نهار نبدا التي بي على بالكم بليكم اول تي بي تبداو معنا حنايا حنا تاع لي عشام في البروغرام خاف شيخو بروغرام ولا ايه ايه بكم تي بي لا ماجوريتي تاع لي تي بي الاولين تاع لي دو جور الاولين تاع لي اش ام ولا مش صح صح مش صح صح ايه معناتها السمانه دوكي انايا غدوه نشرح لكم كيف عاد ابري كيف تخدموا الانترفاس وانتم عايزين تتعمقوا يا اخي راني قلت لكم دوكي الا حبيتوا درك نبارطاجي لكم شو اسمه اسمها ربي نت بينز دونك راني نخدم بالنت بينز بارطاجيكم النت بينز نوريكم ابري مثلا شحال مسحقين ومن بعد داك الحوايج اللي قعدوا هي نورمالمون انا ما نشوفش كوتي فونكسيونيل نورمالمون بصح انا في هذا اللوجيسيال حابتكم تشوفوا شويه كوتي فونكسيونيل في هذا لو برومي لوجيسيال سامبل دوزيام ما نقدرش نشوفوا الكوتي فونكسيون اللي قالوا في لي باز دوني من المفروض دوزيام هاني ديسيديت بلي ندير كيما ما كان يدير الاستاذ يعقوب رشيد ايه شفتوا لو تيب اللي حطوا لكم هاو دار لكم هذاك لو برومي كوري دار شو شفناه وحطوا لكم لي فيديو دونك يعطيه الصحة حطوا لي فيديو وشاطوا دونك هذوك اللي حابين يتعبوا خصوصا اللي حيخدموا لي زابليكاسيون موبيل اندرويد لي زابليكاسيون موبيل يسحقوا بزاف كوتي كوداج يستحقوا بزاف كوتي كوداج باش تفهموا لي زابليكاسيون موبيل دونك انايا راح نصبروا نفتح شو اسمه ذاك نت بينز نعاود لكم ابي بري باش غدوه ان شاء الله برك تكونوا استاذه واش شافوا شني وانت شافوا تاع بروف يعقوب تبي ما درنا تي بي ودرنا اي حطاته في النوت كاين كات فيديو انا تحسب لي شغل هذا كل هذا تيبون تاع لي هشام يعقوبي ولا عرفنا في الموديل في الموديل تلقاهم تلقى تي بي وتلقى لي فيديو تاعو ربع واقيل مفهوم وي مفهوم استاذ صح ادخل الموديل اللي كاين حوايج نحطهم في الموديل ما نحطهمش ما عنديش وين نحطهم يعني والله مامو قال لنا تحل المشكل تاع الموديل بارابور يعني لا في بارت لي ايزيديون مو تحل المشكل تاعهم دونك صبروا دوك نفتح لكم يسطا شوي مشكل تفتح شو اسمه لانه لا يدير لنا مشكل مع لا بون باسونت دونك راهي بان لكم أو يبان شو تبعوا معي أول حاجة حديروا new project Java application هذه next سموها شكم حابين مثلا انترفاس by example finish صحيح دونك أنا عندي بزاف هذو كي كنت أقرأ بهم يتو دونك ها صحيح أنا نخدم drag and drop مدام هي راح تخدموا دراج اند دروب هما لا ما عندناش وقت باش نخدموا هذاك لا غالب غادي تخدموا وحدكم
دونك تي كي كليكي بلا دروات كي تكليكي دير نيو راكو تشوف فيها نيو باينه باينه جيفري جيفري صاي هنايا تحبوا تموديفي لها لو نو انا مش حنا نقعد نموديفي حندير فينش بولا صح ندير فينش قلت لكم تجيكم هذه جيفري داكو راكو تشوف فيها ضرب تحبوا بايزون تكبروها هانا كبرناها بوبل انا نعطيك غير في امثله برك بيتا تكبروها تنقص شويه لاكاليتي تاع شو اسمه لاكاليتي تاع الصوت ايه تنقص لانه هو يكونسومي لا بون باسونت غدوة ان شاء الله يعني مش حتقول لكم لاكاليتي مليحه مليحه containers containers ou tilga au niveau intermédiaire قلنا اخي كاين 3 نيفو ها هو الكونتينرز ها عندكم البانل تابت بين سبرايت بين سكرول بين تول بار ديسكتوب بين ايش حناخذوا بهم اكل مثلا في السوينغ كنترول عندكم مثلا لابل هنا اللابل تحطوها مثلا تكتبوا فيها تلقاو التكست هاي التكست باش عارفه باينه نورمالمون تكتبوا فيها مثلا كونفرتيسور انا هاني ناقصه برك مانيش باش تفهموا بلي برك هي تكتب فيها سيتو ومن بعد هي فيها كيف هي يتبدل لو فون ايتترا هذا لو فون تاعها استاذ يخلي الحصه الجايه نقراهم مي هوش مش بالديتاي مش بلو ديتاي داكور حندير لكم عليهم هكذا برك صوالح مثلا حطينا هذه راح نوري لكم باك ا بوبري باش يكون عندكم عليهم نظره مثلا حطينا تكست بوكس يسموها تكست فيلد ها اكزامبل هذا هو تكست فيلد مثلا هذا اللي ديروا في الميزور الاولى مثلا وعندكم مثلا بوتون هاي ديكو غير في أمثلة بركة ودون عشان سيو نديرو حاجة شوية منظمة دونك وديرو هنايا كيف يسموها ليكزيكيسيون كي دير ليكزيكيسيون ها هو يطول لأن راني داير البارطاج دوكي ما بالكمش لا فونيتر سي سيغ ما بانتش رايحة نروح دوكي باش نخرجها لكم الصبر نغي مثال راني نوريكم بلي كي دير ليكزيكيسيون تخرج لكم لا فينيتر انا غير حطيتها عطاتكم لا فينيتر كي دات ليكزيكيسيون ظهرت لكم هلا وين السبب لا 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 فينيتر خلي بعد ليكزيكيسيون ما كاينش اللي تخدمي فيها سيرفر مش تبان مثلا اصبر وقتكش لا وقيل غلط سكرته ايوا شنو هذا لا ما اشتغل اوكي بالك لازم تزيدي لوتوريزاسيون تاع البارطاج تاعها نو نورمال موجي صبره نو تخرجي في هذا تاعو ال اه ميرت مش تخرج لكم صافي تو ناس كنت تخلوها شفت فيها هذا عندك هي ظاهرة هي راه عندي ظاهرة هي راني حابة دوك نديرها لكم في ال استاذة ديري كابتور وورينا هذاك مكان كابتور شكون كابتيها لكم
تيالكم على الانترفاس باش تجي باينه لي بعد اكزيكيسيون هاي كيفاتكم نصبر دوك نبارطاجيكم تاع الكابتور اي لا لا صبروا كون دير لانتيغاليتي تاع دو فوتر ايكران دوك يبان ليكرون تاعي الكل اسكو دوك راه باينه ما كان والو ثم بيان سور غتسقموه مش كيما انا هذا انا كي حطيتهم ها باغ اكزومبل لو بوتون ها هو التكست فيل وها هي اللابل ثم هكذا حيت تخدموا دركي باينه دركيا استاذ اللابل هذيك شي هي اللابل اللابل هي كيف نقولوا كومبوزون تكتبي فيه شنو كي حابه مثلا كيما تكتبي فيه كونفيرتيسور دو ميزور مثلا تكتبي عنوان الانترفاس تاعك والله تكتبي على باليش ما طافيش فيه الريزولتا تقدر تطافي شي فيه الريزولتا لابل عادي مفهومة غدوة ان شاء الله نسيو نديرو عملية جمع ولا ضرب بهذو باش تعرفوا كيف يكون كاين شو اسمه الزوبيراسيون كيف نديرو les événements للبوتون اوكي اتسيتيرا غدوة ان شاء الله نشوفو مفهوم باش نوجدكم لو تي بي تحاولوا دوك توجدوا له الانترفاس تاعو هاني شاي قلت لكم راح تدخلوا قيم وتحدوا اذا كان باي اكزومبل اطوال ولا اوزان ولا تي بي دوك نديرو صياغه ان شاء الله نديرو صياغه والله اليوم ونافيشيكو في الموديل يا مش مشكل في التي بي المشكل انكم تفهموا واش مطلوب منكم المطلوب اني نعطيكم باي اكزومبل درجه مدام لي بارطاجا بروف الاخر ما هو خاطي تي بي لا لا ذاك التيبي الاول اللي قلت راح نديرو قلت راح نديرو تاع مسيو عيوات ومن بعد كي هو بعث لي ويدير تاع مسيو يعقوب رشاد مفهوم لي سونتيال غنقول هذاك الميكروفون غدوة ان شاء الله الحصة تاع غدوة ان شاء الله راح تكون تيبي يمكن ما نطولوش فيها بزاف مي راح تكون حصه تي بي بمعنى تحاولوا نخدموا لو تي بي نخدموا ان تي بي اللي وجدنا لو تي بي تاع لو كور ليه لانكم في لو تي بي هذاك كنتوا واجدين موجدين حوايج واش جوا هكذا راكم دوك تقراو رانا قلنا بلي راح نديروا هكذا 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 ماهوش لوجيك انا وجي ذاك النهار واحد ما خادم والو لانه ما عندناش الوقت على الاقل يكون مش خادم على بالك راه يخدم معايا يدخل يوجد في سالة انترفاس تاعو مفهوم انا نعطيكم غدوة ان شاء الله دي جيدلاينز دي جيد دي حوايج هكذا تستخدموهم باش توجدوا روحكم لو تيبي تاع السمانه الجايه ولا تيبي الاخر مفهومه مفهومه سؤال اي فكرتوني ما زيدش استقبل لي زيميل تاع الطلبه تاع الشوفينا ليكسبوزي لانه هكذا وليت حافيلي في ليكسبوزي على دو ريبريز جوني بزاف الطلبة تاع الطلبة انا قلت لكم ما فيش لي صوروا لي غير لا بروميير سلايد السلايد الاول لو بروميير سلايد مش كامل ليكسبوزي تبع كاين طلبة اللي مازالو ما شدوش لي زيكسبوزي نعاود نورمالمون كاين طالبة قلت لها جاوب كاري السمانة راه عندنا 20 اكسبوزي راني حاطتهم في لو سيت ادخلوا للموديل وما تخير وشوفوا الجماعة واش خيروا راه كاين دايرة الجروب دايرة لي جروب تاعهم حتى ال 25 جو بونس 25 ديسمبر واش خيروا وسيو ما تخيروش لي ميم سوجي اللي كاين في الجروب هذا هو راه على بالكم خويا يبعثوا لي هذا وين جاوا هذا وين تسمعوا بلي انا قافي عشان داكور تفوت من السمانه الجايه ان شاء الله خلاص ما يجيش واحد يقول لي ليكسبوزي ما ليكسبوزي 90% اننا يمكن نروحوا للالغاء لي زيكسبوزي حضوريه لانه كي مينيميزاو شويه لو طون والله اعلم مانيش عارفه نتوما ولا وقفاستكم لا لقيناكم ماشيين
la première ou la deuxième semaine, nous allons dire où le hadour et les exposer. Sinon, nous allons dire aux hommes moussajalin. Mafoum? Mafoum, monsieur. هذه هي نورمالمون الموديول تاعي راني برسك كملته قلت لكم قعدت اهم درس بخرته راح نعاود الدروس ان شاء الله في الحضوري في الحصه الاولى السمانه الاولى مراجعه من المفروض الكل تحضروا خاصه اللي كانوا تعبين واحد راهم يحضروا اونلاين باش ما يروح لهمش يقعدوا فاهمين والسمانه الاخرى قلنا راح يكون فيها اهم درس والسمانه الثالثه ما على باليش دونك السمانه الثالثه الله اعلم داكور نعم سيد هاي تاخذ وقت تفضل معكم حتى السؤال ربي يعاونكم